الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال ابن كثير رحمه الله، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء قربة. لما كان بين إبراهيم وبين سارة وبين هاجر ما كان من الغيرة التي غرتها سارة، ويعني حدث أن صارت لا تحتمل بقاء هاجر معها، فخرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم قربة فيها ماء. قال: فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعهما تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء، نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت، يعني بطن الوادي بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين في وقتنا، فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة وفعلت ذلك أشواطا. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، التنفس المضطرب الذي يكون قبل الموت. فلم تقر نفسها فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحد حتى أتمت سبعة. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت. فقالت: أغف إن كان عندك خير. فإذا جبريل عليه السلام. قال: فقال بعقبه وغمز عقبه على الأرض برجلها، فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته لكان الماء ظاهرا، يعني لو لم تحفر وتجعل حوضا وتحاول أن تجمع الماء فيه لكانت زمزم عينا ظاهرة. قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير،
كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك؟ فبلغ ابنها ونكح منه امرأة. قال ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله إني مطلع تركتي أطلع عليهم. قال فجاء فسلم فقال إن إسماعيل؟ قالت امرأته ذهب يصيد. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. هذه الرواية مختصرة عن الرواية التي ذكرناها المرة السابقة. فإنه أمره أن يغير عتبة بابه لما رأى عدم شكرها وعدم ثنائها على الله عز وجل. قال فلما أخبرته قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. لما جاء إسماعيل قال أنت ذاك، أنت المقصودة بالعتبة. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال إني مطلع تركتي. قال فجاء فقال إن إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال ما طعامكم وما شرابكم؟ فقالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم عليه السلام فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتا. فقال أطع ربك عز وجل. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. فقال إذن أفعل أو كما قال. قال فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل ناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما يخالف بعض هذا كما رواه ابن جرير عن حارثة ابن مضرب عن علي بن أبي طالب قال لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر. قال فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه فقال يا إبراهيم ابني على ظلي أو قال على قدري ولا تزد ولا تنقص. فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر. فقالت هاجر يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ قال إلى الله. قالت انطلق فإنه لا يضيعنا. قال فعطش إسماعيل عطشا شديدا. قال فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة فلم تر شيئا ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا ففعلت ذلك 7 مرات. فقالت يا إسماعيل مت حيث لا أراك، يعني لا تريد أن تراه وهو يموت. فأتته وهو يفحص برجله من العطش، يعني يحرك رجله في الأرض. فناداها جبريل فقال لها من أنت؟ قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال فإلى من وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله. قال وكلكما إلى كاف. قال ففحص الغلام الأرض بإصبعه فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء فقال دعيه فإنها رواء. في هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقها، ويحتمل إن كان محفوظا أن يكون أولا وضع له حوطا وتحجيرا، لا أنه بناه إلى أعلاه حتى كبر إسماعيل فبنياه كما قال الله تعالى. وهذا إن صح هذا فلا شك في أن هذا البناء
الأول لم يكن إلا يعني مجرد وضع مكان أو تحديد المساحة فقط، والله أعلى وأعلم. فهذا في قصة وجود إسماعيل وذريته بعد ذلك حول الكعبة المشرفة وقصة بناء البيت. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، قال وقوله وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، حيث قال وجنوبني وبني، لم يدعو لوالديه إبراهيم لأنهما قد يعني مات على الشرك، لا نعلم أمة لكن أبوه قد مات على الشرك. قال ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس، وأنه تبرأ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع ذلك، يعني في دعاء عيسى عليه السلام. قد ذكرنا من قبل أن دعوة إبراهيم في المغفرة لمن عصاه يمكن أن تحمل على من عصاه فيما دون الشرك، وإن كان السياق يخالف ذلك، فإن إبراهيم عليه السلام قال: إن ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني، يعني على عدم عبادتها، فإنه مني ومن عصاني فعبدها، هذا الظاهر. الاحتمال الثاني في قوله ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فإنه يدعو الله عز وجل لمن كان منهم حيا أن يتوب عليه فيترك عبادة الأصنام ولا يميته على ذلك، فإذا ترك عبادتها وتاب تاب الله عليه وغفر له. وأما في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمحتمل، لأن هذا إنما كان يوم القيامة على ظاهر الآيات. قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهذا الأمر كان يوم القيامة، فلا يتصور ما ذكر من وجه من يعني المغفرة لمن تاب إلى الله عز وجل في آية سورة المائدة. الوجه المذكور في آيات سورة إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم غير متصور في آيات سورة المائدة، لكن الوجه فيها والله أعلى وأعلم أولا ما ذكر ابن كثير من أن ذلك رد إلى مشيئة الله، ولا يلزم من ذلك أنه يمكن أن يغفر الله لهم، رد الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، والله قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الوجه الثاني والله أعلى وأعلم أن عيسى عليه السلام ختم الآية بقوله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، ومن مقتضى عزته وحكمته أنه لا يعذب من لم تبلغه الحجة. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
فيمكن أن يغفر لمن مات مشركا لم تبلغه دعوة رسول بأن يمتحن في القيامة، فإن دخل النار كانت عليه بردا وسلاما. يمتحن، يرسل الله إليهم من يأمرهم بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها، فيغفر له ما قد وقع له من الشرك إذا استجاب في القيامة. وهذا أمر متصور إذا كان لم يبلغه عن رسول من رسل الله دعوة التوحيد. وكم كذب أهل الكتاب على أنبيائهم وزعموا أن ما يقولونه من الباطل والشرك وألوهية المسيح وتأليه أمه كذلك، كم كذبوا وقالوا أن هذا مما جاءهم به المسيح. فربما كان بعضهم ممن لا يدري ما في الكتاب ولم يطلع على ما في التوراة ولا في الإنجيل، وإنما قلد من قالوا له أن المسيح جاء بذلك. وما أكثر جهل أهل الكتاب الذين لا يقرؤون التوراة والإنجيل وإنما يتبعون الأحبار والرهبان، فصدقوهم على ذلك الباطل. وإذا كان هذا محتملا فالذين يمكن أن يغفر الله عز وجل لهم هم من لم يبلغهم عن المسيح ولا عن غيره ما دعا إليه من توحيد الله عز وجل، ولم يطلع على الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وإنما صدق الكذابين الذين زعموا أن المسيح جاء بتأليه نفسه أو تأليه أمه أو تأليههما معا، فكان بمنزلة من لم تبلغه دعوته أصلا. بل هو كذلك، لأن المقصود من بلوغ الدعوة أن تبلغه دعوة التوحيد والرسالة، أنه لا إله إلا الله وأن الرسول المرسل من عنده سبحانه وتعالى، فمن لم يبلغه ذلك لم تبلغه دعوة الرسول. فإذا أمكن إذن أن يكون بعض هؤلاء لم تصلهم دعوة المسيح ولا دعوة غيره جاز أن يغفر لهم، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا ذلك تلك المغفرة لمن لم تبلغه الحجة من مقتضى عزة الله وحكمته، كما قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن يعني لم تبلغه دعوة الرسل فمقتضى عزة الله وحكمته أنه لا يعذب ذلك إلا بعد أن يرسل إليه. فختم عيسى عليه السلام الآية بقوله، ختم كلامه بقوله: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول ابن كثير: وقال عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم، وسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني شفقة على أمتي، يشفق على من خالف منهم، من عصاه صلى الله عليه وسلم، وكذلك من وقع في الشرك وهو لا يدري، وهو لا يدري أنه شرك ولا يقصد عبادة غير الله. فقال الله: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الحديث أخرجه مسلم. قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. نعمة الأمن من أعظم النعم. هذه البلدة، هذا الدعاء كما ذكر ابن كثير وقد سبق أنه قاله بعد أن تكونت البلدة حول ماء زمزم، وقبل
بناء الكعبة أو بعد بنائها، لكن بعد أن تكونت، لأنه عرفها هذا البلد. وأما الدعاء الذي ذكر في سورة البقرة، رب اجعل هذا بلدا آمنا، قبل أن تتكون مكة المكرمة، قبل أن تكون البلدة ويعيش فيها الناس. نعمة الأمن من أعظم النعم، بها يستطيع الإنسان أن تستمر حياته بطريقة طبيعية. بدون نعمة الأمن لا يستمتع الإنسان بطعام ولا شراب ولا بسكنة مع أهله ولا بشيء من اللذات. ولذا كان الخوف في الله عز وجل من أول ما ذكر الله من أول الابتلاء، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فقال، فبدأ بالخوف ووعد الصابرين على هذا الخوف بأنواع الخيرات، ثم ثنى بالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وهذا يدلك على قدر نعمة الأمن. وقد جعل الله عز وجل مكة المكرمة آمنة شرعا، لا يجوز أن ينفر صيدها ولا أن يختلى خلاها، أمان للحيوان وأمان للنبات، حتى الشوك لا يعضد شوكها، فكيف بالإنسان المكرم؟ الله عز وجل ما أحلها لأحد منذ خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة إلا ساعة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. لا يحل أن يقاتل فيها أحد إلا أن يقاتل الكفار المسلمين، فعند ذلك يقاتلوهم عند المسجد الحرام. قال الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم وذلك جزاء الكافرين. كذلك جزاء الكافرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل حمل السلاح بمكة، فالأرض الحرام حرم الله عز وجل فيها حمل السلاح وحرم القتال. ولذا كان السلف رضي الله عنهم يرون أن من لجأ إلى الحرم إن كان قد ارتكب جرما خارجه لم يقم عليه الحق أو الحد أو القصاص داخل الحرم، ولكن يلجأ حتى يخرج من الحرم، لأن الحرم يعيذ من لجأ إليه. وأما من ارتكب المحرم في الأرض الحرام فهو لم يعرف حرمة الحرم ولم يعرف ما جعله الله عز وجل فيه من الأمن والنعمة، فهو يستحق إقامة الحد عليه فيه والله أعلم. وبعض العلماء قال بل يقام الحق والحد في الحرم حتى ولو كان ارتكب ذلك خارجا من الحرم. ولا شك أن لجوء الإنسان إلى الحرم ينبغي أن يعظم، لأن أهل الجاهلية كانوا معظمين لهذا الأمر، فكيف يكون أهل الإسلام أقل من أهل الجاهلية في هذا الباب؟ وقد علموا أن الله عز وجل جعله حرما آمنا، قد حرم الله سبحانه وتعالى أن يصد عن بيته الحرام، وقال سبحانه إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فجعل الله الصد عن بيته هو قرين الصد عن سبيل الله عز وجل قرين الكفر، كل ذلك تعظيما لأمن البلد الحرام. وواقعا وكوننا نقول قد جعل الله هذا البلد آمنا شرعا، وكذلك جعله آمنا كونا في عامة الأحوال، إلا ما استثني من ذلك أوقات نادرة وقع فيها قتال بمكة،
وكان تعديا وتجاوزا كما وقع من الحجاج حين قتل عبد الله بن الزبير، وقد قتل بالأرض الحرام، قتل قريبا من الكعبة، وهذا من الظلم والعدوان. ولم يزل هذا الفعل مستنكرا من أهل الإسلام، وكان ما وقع من أسباب هلاك من فعل ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ووقوع استحلال حرمات بيت الله الحرام من أعظم أسباب هلاك الأمة، هلاك العرب. ولذلك يجب الحرص الشديد على تجنب الإلحاد في الحرم وتجنب الإخافة فيه، فقد جعله الله آمنا كما ذكرنا شرعا، وآمنا كونا في الأغلب الأعم إلا فترات نادرة كما ذكرنا وقع فيها من الجرائم التي أهلك الله أصحابها. ولا يسلط الله على مكة المكرمة من كان كافرا معلنا بكفره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لا هجرة بعد الفتح. فلا يشرع الانتقال من مكة لكونها لا تصلح لعبادة الله عز وجل، هذا لا يكون ولا يقع. الله عز وجل جعل الإيمان يأرز إلى المسردين في مكة والمدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها. لذلك نقول يجب مراعاة هذا الأمر شرعا، نلتزم به شرعا، ونعرف أن الله قد قدر وجود الأمن في بلده الحرام كونا إلا ما استثني. وأما قوله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دليل على أن البلاء لا يؤمن، فقد قال إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، استعاذ بالله أن يعبد هو وأحد من أبنائه الأصنام، وهو لا يستعيذ إلا مما يمكن أن يقع، فإن الله مقلب القلوب، كما قال إبراهيم: ولا أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. الآية التي قبلها قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فالله مقلب القلوب سبحانه وتعالى. لذا قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لذلك قول القائل: التوحيد عرفناه والمسلمون لا يقعون في الشرك، جهل من قائله، يعني أن التوحيد قد استقر في النفوس لا داعي لتذكير الناس به، ومن يحذر الناس من الشرك يحذرهم من أمر لا يقع، هذا جهل من قائله. فإذا كان إبراهيم لا يأمن البلاء على نفسه وعلى بنيه، فكيف أمنتم أنتم على أنفسكم مع أن الشرك إليكم أقرب؟ وكيف إذا علم الإنسان مظاهر الشرك الكثيرة التي وقعت في من ينتسب إلى الأمة بالطواف حول القبور ودعائها والتضرع لها والركوع والسجود أمامها بل لها لأصحابها والحلف والنذر والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك من العبادات التي تصرف عند القبور، قبور من يسمون بالأولياء، لعلم مدى الخطر العظيم الذي يجب أن يحذر منه كل عاقل، خطر الشرك بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا دليل على أن اتخاذ القبور مساجد يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، استعاذ من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتسمية القبر بالوثن، تسمية القبر الوثن الذي يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد، لما يصرف عند القبر من العبادات لصاحب القبر. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا ينبغي لعاقل أن يأمن على نفسه من البلاء، بل يخاف سوء الخاتمة، ويسأل الله عز وجل التثبيت
ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك أسأل هذا التثبيت لأولاده وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. أبناءه وهم أنبياء كرام، ومع ذلك دعا لهم إبراهيم عليه السلام، وذلك لأن الدعاء من أعظم الأسباب التي ييسر الله عز وجل بها حفظ عبده المؤمن وحفظ ذريته. ثم إنه اتعظ بحال الأكثر فقال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ربي إنهن، أي الأصنام، نسب الإضلال إليهن لكونهن محل الضلال، نسب الإضلال إلى الأصنام لكونهن محل هذه الأفعال الشركية التي يفعلها المشركون. وفي حقيقة الأمر أن من أضل بها هم الأحبار والرهبان والكهان وسدنة الأصنام ورؤوس القوم الذين اخترعوا عبادتها وحثوا على عبادتها، لكن نسب الإضلال إلى الأصنام كما ذكرنا لأنها المحل الذي يقع فيه الضلال، الذي يعني هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أضللنا كثيرا من الناس، يعتبر بحال أكثر، كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فينبغي على الإنسان أن لا يغتر بالكثرة، بل يتعظ بسوء حال الكثيرين من الناس حتى لا يقع في مثل ما وقعوا فيه. أكثر الناس يقلدون بالكثرة، يقولون كل الناس على ذلك، وجدنا الناس يفعلون ذلك، قومنا على هذه الطريقة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون، هكذا يزعمون ويبنون الأمر على الكثرة. أكثر الناس يفعلون، والمؤمن يتعظ بحال الكثرة. فإبراهيم عليه السلام قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فهو يخشى على نفسه وذريته أن يقع ما وقع لكثير من الناس. فمن تبعني فإنه مني، هذا يفهم منه أن من لم يتبعه فهو بريء منه، ولذا قال ابن كثير وأنه تبرأ ممن عبدها، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني، هذا من ذريته ومن غيرهم، لأنه دعا الناس جميعا إلى الله عز وجل. فأولى الناس بإبراهيم ليسوا من كان من ذريته فقط، حتى وإن خالفوه في عبادة الأصنام، كما خالفوه في تكذيب الأنبياء مثلا، يعني خالفوه فكذبوا الأنبياء وعبدوا الأوثان وأشركوا بالله وإن انتسبوا إليه. فإنما أولى الناس بإبراهيم كما قال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وخطب المسلمين جميعا فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فهو أب للمؤمنين جميعا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وفي القراءة النبي أولى، قراءة أبي، النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. يعني كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين نابع من كونه هو أب لهم، فإبراهيم أب للمؤمنين بهذا الاعتبار. فمن تبعني فإنه مني، لا يكون من إبراهيم ولا من أتباع إبراهيم من خلفه فأشرك بالله أو كذب الأنبياء. ولذا لا يجوز الزعم بأن ذرية إبراهيم يجب أن يكونوا على قلب واحد ومحبة وإن اختلفت أديانهم، كما يزعم من يقولون بوحدة الأديان ومساواتها، محاولين أن يقولوا أن اليهودية والنصرانية والإسلام كلها تنتسب إلى إبراهيم، فليتحاب هؤلاء على ما هم عليه ولينسوا العداوات التي بينهم.
والعداوة مع اليهود والنصارى باقية إلى قرب قيام الساعة كما دلت على ذلك الأحاديث. لا يشك في ذلك عالم، بل لا يشك في ذلك مسلم، علم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بقاء العداوة إلى زمن الملاحم الكبرى، إلى زمن الدجال وهو من اليهود، وقبل الدجال ملحمة النصارى مع الروم. الغرض المقصود أنه لا يصح أن يقال أن أولاد إبراهيم أو ذرية إبراهيم هم شيء واحد وإن اختلفت مللهم، بل من تبع إبراهيم فهو منه، وأما من عصاه فإبراهيم دعا بالمغفرة لعظيم شفقته وحلمه ورأفته بالخلق، وهذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب من يفعله، هذا أحب إليه من العقوبة. العفو والمغفرة أحب إلى الله عز وجل من العقوبة. فدعا لمن عصاه كما ذكرنا، إما عصاه فيما دون التوحيد فيما دون الشرك، يعني عصاه في المعاصي والكبائر ولم يشرك بالله، أو من عصاني في أمر التوحيد فاغفر له وتوب عليه بأن يتوب من الشرك فيغفر الله عز وجل له. قوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يقول ابن كثير: هذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول. الدعاء الأول الذي في الآية التي قبلها دعاء ثاني بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر ولدها، وذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل، ولهذا قال: عند بيتك المحرم، بمعنى أن هذا الدعاء كما ذكرنا وقع في الزمن أولا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع وقع أولا، وأما ربنا رب اجعل هذا البلد آمنا وقع ثانيا بعد أن وجد إبراهيم، بعد أن وجد إسماعيل، وبعد أن بني رحمك الله، بعد أن وجدت البلدة. وقد ذكرنا يعني الفائدة في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة السابقة. يقول: ولهذا قال: عند بيتك المحرم. وقوله: ربنا ليقيموا الصلاة، قال ابن جرير: هو متعلق بقوله المحرم، أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. ربنا ده خلاف الظاهر من الآية، لأن الظاهر منها أنه أسكن من ذريته عند البيت عند بيت الله ليقيموا الصلاة، فلام التعليل هنا في فعل إبراهيم عليه السلام، وإنما ابن جرير يقول هو متعلق بقوله المحرم الذي حرمه الله ليقيم الناس فيه الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره: لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون. وقوله: وارزقهم من الثمرات، أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك، وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارا يأكلونها، وقد استجاب الله ذلك كما قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا من لطفه وكرمه ورحمته وبركته سبحانه وتعالى أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها، استجابة لدعاء الخليل عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله منه. مسألة الاشتقاق في أسماء الله الحسنى
مسألة مشهورة فيها الخلاف بين كثير من العلماء، وتصرف عامة السلف يدل على أنهم يرون صحة الاشتقاق، لأن هذا مقتضى لغة العرب أن كل فاعل للفعل فهو له فاعل. ولذا ذكروا في أسماء الله الحسنى على اختلافهم، فقد ذكرت روايات عن الوليد بن مسلم، وهي الرواية المشهورة التي ذكرها الترمذي، ورواية أخرى عن سفيان بن عيينة، ورواية عن أبي جعفر الباقر، ورواية عن أبي زيد النحوي، وهو كلهم من القرون المتقدمة، وكلهم ذكر أسماء مشتقة من أسماء الله الحسنى، اشتقاها من أفعال وردت في القرآن والسنة. وإنما الذي منع من بعض الأسماء أن إطلاقها لا يدل على الكمال، كمثلا الجائي والشائي ونحو ذلك، من جاء ربك مثلا ومن شاء ومن يشاء الله يضلله، لأن هذه لا تفيد كمالا، وإنما الذي يفيد الكمال هو الأسماء الدالة على الجلال والجمال، وهذا مما يعرف بالسياق. وكما ذكرنا تصرف أكثر السلف في ذلك الباب، كلهم تقريبا نقل عنهم هذه الأسماء المشتقة، بعضهم أخذ بعضا وبعضهم ترك بعضا. ولا مانع من أن يجتهد الإنسان في جمع أسماء الله الحسنى، وإن كان لا يجزم بأنه المصيب وغيره المخطئ، فهذا هو الخلل في هذا المقام. فإن الأمر محل اجتهاد، والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين هذه الأسماء 99، ولم يحصر أسماء الله فيها، وإنما جعل ثواب من أحصى هذه الأسماء الجنة بأن تعبد لله بها وعلم معانيها، وهذا إنما يحصل لمن تعبد بجميع ما ورد من الأسماء الحسنى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن من قام رمضان فقد قام ليلة القدر، ومن ذكر الله ودعاه يوم الجمعة فقد أدرك الساعة. لذلك نقول أن الاجتهاد في هذا المقام حسن، ولكن الخطأ والخطر في تضليل الآخرين واعتبارهم ملحدين في أسماء الله. هل كان السلف رضوان الله عليهم كالترمذي مثلا الذي ذكر الحديث الضعيف السند، وهو في الحقيقة من رواية الوليد المسلم من إدراجه، هل كان ملحدا في أسماء الله؟ هل تقول سفيان بن عيينة كان ملحدا في أسماء الله لأجل أنه أتى بأسماء مشتقة؟ كلمة فظيعة. وأن الأمة ظلت جاهلة 14 قرنا حتى جاء الحاسوب والكمبيوتر لأجل أن نعرف أسماء الله الحسنى، وهذا كلام باطل. ثم القواعد هي المشكلة، إذ كيف يخرج الإنسان أسماء من أسماء الله الحسنى قد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أرضوا بهذا الجلال والإكرام، ودعا بها عليه الصلاة والسلام، ثم يقول قائل هذا ليس من الأسماء. لماذا؟ لأنه قال لا يأخذ الألف واللام. وهل ذو ليس من الأسماء لغة وشرعا؟ ذو الجلال والإكرام من أسماء الله الحسنى. فالزعم بأن الأسماء المضافة والأسماء التي فيها ذو لا ليست من أسماء الله الحسنى كلام باطل. ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يكون اسم الله الذي يدعى به معرفا بالألف واللام. هذا كلام اصطلاحات المتأخرين، مع أنها ليست مستقرة في كل الأشياء، والله أعلم وأعلم. وهذا لا ينافي التوقيف، قولنا بجواز الاشتقاق لا ينافي التوقيف، لأن التوقيف أننا نقول بما ورد ولا نخترع أسماء لله، فلا نقول المخترع والمهندس والرسام أو رسم اللوحة العظيمة، هذه أفعال وأسماء لم ترد، لكن الكلام على الاشتقاق من ما ورد من الأفعال التي تدل على الكمال، كالمنعم مثلا والستار مثل الستير ونحو ذلك. نعم.
إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. صحيح، لا الشفقة وأن أمتلئ. من لم يصلي سنوات مثلا كيف يقضي؟ الصحيح من أقوال أهل العلم ما رجحه شيخ الإسلام تيمية وهو وترجح الإمام ابن القيم رحمه الله وطائفة من أهل العلم، أن من فاتته الصلوات عمدا بغير نوم ولا نسيان فلا يمكنه قضاؤها، والله أعلى وأعلم. ويكثر من النوافل ويجتهد في يعني تعويض ما فاته من الحسنات. أما قضاء السنوات فهو قول الجمهور صحيح، ولكن ليس عليه دليل. ينبغي أن يكثر من النوافل ولا يلزم بالقضاء. قول الجمهور على الوجوب نعم. أقول قولي هذا واستغفر الله.